وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي ففي رضا والأرب. فاعرف إلهك في وقت الرخاء تجد عون الإله لدى الشدات والكرب. سبحانه كل ما في الكون صنعته، فإن أراد فلا تسأل عن السبب، بل سلم الأمر تظفر بالمراد، وما فوق المراد فباب الخير في الأدب. يا اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، يا رب جد بالرضا فضلا ومكرمة، واكشف عن القلب ما يلقاه من حجب. وصل ربي على المختار من مضر خير الخلائق من عجم ومن عربي. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.